طبعا تحياتي لاخويا وحبيبي الكابتن ايمن شوقي هداف النادي الاهلي ومنتخب مصر قناص ايمن شوقي. ايمن من الشخصيات المحترمه قوي وكان لعيب مميز وكان لنا ذكريات مع بعض في ماتشات كتير واحنا بنلعب طبعا زمالك واهلي اهلي زمالك. وكان معايا في المنتخب العسكري برضه ايمن شخصيه جميله. مهما اتكلم على ايمن اللعيب كرة كويس اكيد الناس كلها عارفه ايمن شوقي الهداف، لكن انا كلامي هيبقى على ايمن شوقي الانسان الطيب الانسان الجدع ابو دم خفيف. فانا سعيد طبعا ان انا متواجد معاكم. طبعا تحياتي للكابتن الكبير طبعا الكابتن مصطفى عبده المجري طبعا للنادي الاهلي في السبعينات واوائل الثمانينات. وايمن شوقي يعني هحتاج وقت كتير قوي عشان اتكلم على ايمن شوقي اللعيب، لكن انا هتكلم اكتر على ايمن شوقي الانسان المحترم قوي الانسان ابن الاصل الانسان الجدع. وتمنياتي لك ايمن دايما بالنجاح والتوفيق. وهتكلم بقى عن ايمن. ايمن انسان جميل قوي، واللي ما يعرفوش عن ايمن ان دمه خفيف جدا. وغير كده كان دايما في المعسكرات كان ايمن يقعد يغنينا، كان بيعشق محمد فوزي وايمن من الاصوات الحلوه قوي. والناس انسان طيب انسان جميل لحد كده اسكندراني مصري كده جدع. وكان لنا ذكريات كتيره جدا وما انساش من سنه 86 كنا بنلعب نهائي الدوري زمالك واهلي، وكان من اللي يكسب ياخد البطوله واحنا اتقدمنا اعتقد 1-0 وايمن شوقي جاب الهدفين ونادي الدوري خد الدوري ساعتها سنه 86 كان معانا مستر بركر وايمن جاب الهدفين. ودي كانت بدايه انطلاق ايمن شوقي. وايمن شوقي اللاعب الوحيد اللي كان هداف الدوري وهو في الدرجه الثانيه في الكروم كان سنه اعتقد 81 او 82. فايمن مهما اتكلم عنه هو اخ وصديق عزيز. وطبعا خالص تحياتي لايمن واتمنى له التوفيق كده في المجال الاعلامي اللي هو فيه بنستمتع بيه طبعا في الاستوديوهات التحليليه. وخالص تحياتي طبعا اخيرا للنجم الكبير طبعا كابتن مصطفى عبده. كابتن حمادة أنا بشكرك على الكلام الجميل اللي أنت قلته لنا. والملقب طبعا بحمادة الحاوي فعلا كان لعيب وفاضل طول عمره بيفضل طول عمره في الأزام مع عشاق سواء الأهلي أو الزمالك أو جماهير مصر بصفة عامة. فأنا بشكرك على الكلام اللطيف اللي أنت قلته علينا ونتمنى لك الصحة ونتمنى لك العافية.